اهلا، انا مارك مدير اتصالات لايزي ارتكل دوت كوم. العديد من كاتبي المقال الناجحين يقولون كلما كتبت اكثر كلما اثرت اكثر، وهم على صواب. اذا لماذا العديد من الكتاب يجدون ان البدايه في الكتابه صعبه، او اكمال المقالات التي لديهم مكتوبه مسبقا صعبه ايضا؟ حسنا، كتابة المقال تعتمد جزئيا على طريقة تفكيرك العقلية، فهي تستطيع أن تصنع أو تدمر نجاح المقال الذي تكتبه. إذا أردت أن تقول لنفسك أنك ستنجز شيئا ما، عليك أن تقضي على الملهيات وتدخل نمط الكتابة، وعندها تستطيع تحضير نفسك للنجاح. ففي هذا الفيديو سوف أشارككم 7 خطوات للحصول على نمط الكتابة. الخطوة الأولى هي أن تسيطر على بيئة الكتابة. هذا يضم أي شيء من لبس الملبس المناسب إلى سماع نوع الموسيقى المحبب أو وضع بيئة هادئة، وربما يضم درجة الحرارة المناسبة الغرفة المراد الكتابة بها. والكتابة على طاولتك وكرسيتك المفضلين والحصول على الكمية المناسبة من الضوء. مهما كانت البيئة المناسبة لتركيز الكتابة، مقال رسمي وفعال فنوع البيئة التي تريد أن تنشأ عندما تريد أن تكتب مقالا. والآن الخطبة الثانية، ببساطة أن تدير وقتك، وهذا يعني أن تكون متفرغا لفترات من الزمن من ملهياته، وتدخل أصدقاء أو أصدقاء العائلة أو شركاء العمل أو أحد من العائلة أو شركاء العمل. وإذا كان عليك أغلاق الباب فأغلق، فلا تجب الهاتف أو لا ترد رسائل، فهذا له يمكنك التفرغ له لاحقا. هذا الوقت لك، هذا الوقت لتكتب، هو لك فحسب. ضع جزء من الوقت حيث بإمكانك الجلوس والكتابة من دون أي ملهيات. ركز على كلماتك والمحتويات مقالك التي تشارك فيها قراءك، سوف تكون مفاجئا. كيف سيكون هذا عندما تكون مركزا؟ الخطوة الثانية هي أن تحاول الكتابة في أوقات مختلفة خلال النهار والمساء. وبالعادة النصيحة الحكيمة تقول لا تكون على صواب إلا عندما تكون فكرا جيدا جدا، ولكن قد تكتب بشكل أفضل عندما تشعل شمعة منتصف الليل مثل ما أفعل، أو بعد الفطور مباشرة، أو مشاهدة برنامجك الرئيسي المفضل على شاشة التلفاز. اختبر، سيكون ذلك عظيما عندما تكون مدركا أنك تصارع للكتابة، لأن وقت الكتابة يتعارض مع جدولك اليوم. وهذا أفضل أيضا عندما تكون قادرا على إيجاد وقت مناسب لكي يسمح لك أن تدخل مباشرة نمط الكتابة. والآن التحدث على سرعة الدخول إلى الكتابة، وهذا يوصلني إلى خطوة الرابعة، وهي عن إنشاء نمط مثير. سوف تحتاج شيئا تفعله أو تقوله أو تفكر به، ذلك سوف يكون الشيء الذي سيشد القارئ أكثر ويضعك في طوق الإثارة. الآن تخيل ببساطة آخر مرة كنت فيها في النمط، والكتابة كانت بدون جهد، والكلمات بدت كأنها تطفو فوق أناملك، ذلك المكان الذي تريد أن تضع عقلك فيه عندما تبدأ الكتابة. خطوة الخامسة هي أن تحضر طريقتك للنجاح قبل الدخول للنمط. قد يظهر هذا الشيء نوعا من الغرابة، لكن ماذا يعني؟ يعني تدوين الأفكار والآراء فيما ستكتب أو في المستقبل. أي فكرة تنطرح في ذهنك تستحق الكتابة. عقلك اللاواعي يستطيع ترتيب الأفكار لك. حس الإبداع فيك سيختصر النقاط المهمة في مقالك، أو حتى يحضر مقالك كاملا ذهنيا. لذا بدنيا ستكون كتابة المقال أقل جهدا. لا تستخف طاقة عقلك اللاواعي. خطتي السادسة هي تحديد موعد نهائي لنفسك. إذا كنت مثل أغلبية الناس فهذا يعني أنك مماطل بعض الشيء وستنتظر إلى آخر دقيقة لإنهاء كل شيء. إذا كنت كذلك، لما لا تفترض أنك تكتب لصحيفة نيويورك تايمز وعليك إنهاء مقالك خلال 15 إلى 30 دقيقة؟ أنا أراهن أنك ستجد نمط كتابتك إذا حددت وقتك وأجبرت نفسك على الكتابة. خطتي السابعة الابتعاد عن الشرود الذهني والدخول والبقاء في نمط الكتابة. لا تجعل ذهنك يشرد عندما تنوي الكتابة. أخبر نفسك أنك ستكتب مجموعة مجهولة من المقالات، وأبقي تركيزك حاضر. حضر نفسك نفسيا للكتابة كما يفعل اللاعب المحترف قبل اللعبة الكبرى. عند الكتابة لا تقلق لأي شيء آخر، أهم شيء الآن هو التركيز في الكتابة. إذا استطعت إبقاء ذهنك في مقالك ستكون من المفترض بقائك في نمط الكتابة. في الختام لك القرار تكتب أم لا. تستطيع ضبط عقلك بوعي للدخول في طوق الكتابة بسرعة وسهولة. ستأخذ منك جهد لإعداد نفسك للنجاح. تستطيع فعل ذلك بالسيطرة على طبيعتك.
بالتحضير للكتابة وإيجاد ما يثير نمط كتابتك. وضع وقت محدد وتنقية ذهنك لإبقاء التركيز. خذ هذه الخطوات السبع وابحث عن نمط كتابتك. حدد وقتك في النمط وانتج العديد من المقالات الجيدة قدر المستطاع. بعد ذلك قم برفع مقالاتك لموقعنا الخاص ونخرج الأخطاء ونعيدها لك في صفحتك الشخصية. الآن ابدأ بالبحث عن نمط كتابتك الخاص.